أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. هي هي علينا، أنا هيك بدي ترى استناك ساعة. خلصنا يا أخي كل فنجان نسكافيه عم تعمله، بدي أدخل أنظف مطبخ وأروح بقى. يلا الله صبرينك شوي، كل بدي أعمله فنجان نسكافيه. ما تصبري ثانيتين، وين حطيت نسكافيه أنا؟ لك ساعي؟ بعدين انت هرسلتي على حظي نظيفية؟ ايه خلصنا بسرعة بقى بلا ما يعطيك هي، ولا بنده لأمي ها؟ وانت بتعرف اذا ندهت لأمي ايش رح يصير؟ اجه يا رب، اجه يا رب، وقع فنجان ايدك بينكسر يا رب، يا مجيب الدعوات، وقع فنجان ايدي العبادة بينكسر. هي هي عليك، ما بقى ناقية هالنسكافيه. عندك الخشم مسك، لا تحرك يا ربي دخيلك على بطها تورطانة. لك رح فنجان امي نسكافيه ما بتشرب غيره. يخرب بيتك، ايش عم تعملي انتي؟ لك عم بعمل اللي لازم اعمله من زمان، مو بقولوا لك هي الفرصة ما بتجي غير مرة واحدة بالعمر، وانا استغليتها هلا. ايه والله انكت عليك كل شيء قديم وكل شيء جديد، والله لا زلزل طول بالك. كسرت لها فنجانة لأمك يا حمار. أيوة شكلك أنت قلبك ملان ممتلي مني هلا وبدك تفشي كل قهرك فيني. وبعدين لا تنسي أنا أخوكي بيرضى فيكي بيجي من قلبك تعملي فيني هيك تسخي. طبعا مثل ما استحكمتني أنت نسيت ولا ذكرك، إن كنت ناسي هفكرك. تحقق كاميرا برا، كسرت لها فنجانة لأمك يخرب بيتك. تحقق كاميرا تحقق برضه هيك. على فكرة أنا بقدر هلا أندهلها لأمك لهون خلي تشوف هالجريمة هي ولبسك إياها لك ها عادي يعني. صارت قديمة وحياتك، لكن هذا التليفون ايش عم بيعمل هون؟ ايه انا هلا صورتك فيديو واحد حقه ملايين، وبعدين اذا سحت لنا امك واجت راح تشوفه للفيديو، يعني الجريمة لبستك لبس وراح تطق براسك من غش الصبح اتخانقت مع ابوك ووصلاني معها لهون. خلي تجي هلا وتشوف فنجانة اللي ما بتشرب غيره نسكافيه انكسر بين ايديك وتطق القصة كلياتها براسك. بقى ايش قلت؟ نندهن امك ولا شو؟ لا 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 شو نندهن؟ ما نندهن؟ طولي بالك ما وصلنا هالمواصيل لسه. امريني يا روحي انتي. ها هلا بلشت تشغل مخك. لك بسرعه الله يرضى عليك بتتمم بها المطبخ كلياته وبتشيل هالازاز كلياته، ما انا اصلا جرح اجرينا بسرعه لوقت ما كنت فكرت ايش بدي اعمل فيك. يلا 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 بسرعه. اخ يا بتنزلني هالحيوانه بتنزلني. امريني يا ست البنات. ست البنات ايه ها ايه ها قطعت تعرف بتغازل يا درسان ومالي خبر طول هالسنين عم بتصح لي يا حماره ويا بهيمه. تعت اوبرني تعال نرد عليك بروكرك جنبي هون مشان يحلى الحديث اكثر بيني وبينك. تفضل. عباده انا نازل لحتى رايحه عند جاره عند حسين مشان اذا اجى ابوك وسال علي تقول له انا ويني. وبعدين انت وين بركي هذا لهون؟ يلا يلا في جاي المطبخ معرم في تنظيف البيت وميلي يلا بسرعه. ما بدي ارجع اعيد واحكي سمعانه، بدي ارجع الاقي البيت عبد ويضوي. يا بنت ولك يا بنت ولك يا بنت مين لا تاكلي هم طاول، بدي اخلي لك البيت عبد ويضوي وما راح يتم ولا صحن بالمجده. انت لا تاكلي هم طاول، تيسر يا الله معك. نشوف. وانت لا تنسى ها اذا اجى ابوك تقول له انا هيك راح اجي قبله. سلام. الله معك تقبريني مع السلامه، ميسره ان شاء الله. ولك بتعرف انه امك اذكى ام بالكره الارضيه كلياتها، ولك بدقيقة واحدة بس خلتني افكر بشي بعمره ما كان داخل بمخي، ولك انا كنت بالك عم بفكر ايش بدي اعمل فيك ولا عطتني جواب. يلا روحي بسرعة الله يرد عليك، الجري والصحون عم بيصخوا لك بالمطبخ. يلا بسرعة روحي اجديهم يلا. نعم. ايش تفضلتي؟ جري. ولك اذا بتصلي للسما اذا بتنطحي راسك بالحيطان ما بجدي انا. برا شو؟ إلا انا خفت كثير هالضا. شو ايد عشري عم تعمل علي ابو النار ابو شهاب معتز دمس؟ كنت انت يصير حالك ايش معفس؟ بتحب تقوم تجري ولا بتحب نتفرج على هذا الفيديو سوا؟ شو هاد يخرب بيتك على هالفيديو. خلاص بجي لك الجري. ايش بدي اعمل؟ امري لله. واذا بدك كمان بكنس لك الغرفه كمان. يلا ماشي بسيطه. انا اخر عمري ينعمل فيني هيك انا اجري الجري. بسيطه انا بفرجيك يا خدوج. معلش روحي بدي اعطلك ثواني بس عن شغلك.
بدي منك 100 ليره. طلع مع رفقاتي البنات وما في بجيبي ولا ليره، الله وكيلك. هات هات 100 منين يا حسره؟ لا تعذبي حالك. ولك الليره ما معي اياها. ولك ليه انت مفكر اني عم بطلب منك دينه ولا عم بطلب منك صدقه؟ انا عم بامر امر يا ولد، هات 100 ليره ولا اشو؟ ايش رايك؟ لا 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 ولا ولا طولي بالك ولا. ولك هي احلى 100 ليره. ليش انا عندي غيرك اخت طيوبه وقلب حنون وبتخاف على اخوها؟ تفضلي. اقول لك روح اروح روح الله يرزقك من نعيمه. بعدين على فكره بدي الجلع بده اكثر من هيك، بدي اشوف هالجلع بده يمد روجك. يلا حيواني حيواني حيواني. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي تشوف ايش كبره. يو ولك انت ايش بعرف عندك هون؟ ايش عم تعمل؟ ايش عم بعمل يعني؟ انت ايش شايفه؟ عم بتفرج على التلفزيون مغسل تكر صحون كلياتهم؟ خلاص ما بقاش بدك للساع جلي. ولك والله انت درويش على نياتك، نفكر الموضوع هيك راح خلص؟ هلا جلينا الجليات انتهينا خلصنا. ولك ابوي لسه احنا ما بلشنا بالمعركه، لسه عم نحمي حالنا. وبعدين ما سمعت امك ايش قالت قبل ما تروح؟ قالت بدي اشوف البيت عم بده يضوي. فالله يرضى عليك قوم بسرعه عشان ما عندك كاسك والفط الغرفه الفط، بدي اياها عم تلمع مثل وجهك ولا شو؟ اوف فهمنا 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 خلاص، رايح انظف لك الصالون، بدك غير شيء لسه خانوم؟ لا نظف انت هون بس وانا بنظف باقي الغرف، مشان تعرف انه اختك قلبها طيب وما بتسخفيك. ايش اعمل؟ قلبي ابيض هو اللي راح يدمرني. اي لا الله، اصلا انا ما راح يدمرني غير قلب الطيب. يلا وانت الفت هون رايح الفت برا. قلبي طيب قلبك طيب قلبك طيب. ولك انت حربايه ب 15 راس. انا حربايه انا حربايه يا مأمل يا معفن. بسيطه راح امرق لك اياها. خففتك البيضه وينها؟ حطها على برده عشان تنشف، مغسوله لانه كمان غسل اليوم. والله انت محترم كثير يا اخوي، بدي ألبس اقطع فيها مع رفقاتي. ولا عندك مانع؟ لا 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 ما عندي مانع، ولو خذي البسيها، ما انا وانت واحد. ما عندي مانع، ما عندي زفت ما عندي زفت. روحي عبادة انت هون منيح لقيتك. لك كان في عندك بلوزة ضب بدي حمرة هيك تشبه النسوانيات، وينها؟ ليش؟ بالغزانة هي. قولك لا تاكل هم، اشبك راسها ارتعبت القصة وما فيها انه بدي ألبس انا مطالعة مع رفقاتي. انا ايش قلت بيني وبين حالي؟ خفافتك البيضة تحت وبلوزة ضب حمرة وجاكيت اسود فوقهم وقمطة سوداء، يا عين يا عين بيطلع ستايل بجنن. ولا انت ايش رايك روحي؟ ايه بس جديدة. ولك لساعتها بالكيس؟ ولك انا لسه ولا مره ما لبستها. ايه عادي. ولا مستكت على اختك يعني ولا شو؟ اوف ماشي ماشي خلاص خديها خديها روحي. ولك ماشي يا حياتي. ولك ايه صح سيف، كنت راح انسى عطرك هذا اللي عليه حرف الزد، وينه؟ وش بدك فيه؟ هذا عطر رجالي، ايش رح تعمل فيه اصلا؟ ايه ولك انت ايش بدك؟ ولك انت ايش قدك حشري؟ يا اخي انت مالك علاقه؟ انا بحب العطر الرجالي، وين حيطه خلصني؟ لا يا انت بابا تزوي على دمك ولك يخرب بيتك. ولك اخذتي خفافتي البيضه ما قلنا شيء، رحتي اخذتي بلوزتي البدله الحمراء كمان يا الله ما قلنا شيء. ولك حتى المصاري، المصاري اللي رح تطلعي فيهم مصاراتي هدول. ولك زوي على دمك با، انا برايي ما ضغيتش تاخذي لك شيء بنطلون من بنطلوناتي وتاخذي لك كم جراب كمان وشي كم قطعه داخليه بوكسرات وفانيلات وتطلعي فيهم كمان، ايش رايك؟ ايه والله يا عباده جبتها. لك هذا بنطلونك الجينز اللي له خط احمر من هون هو هون، لا يسمعك شيء بدك تطلع محل شيء اليوم. ولك انت عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ ولك انا ليش عم بسالك اصلا؟ والله انا حماره، بروح باخذ ايش بدي وبمشي. ولك ايش عامل فيها؟ ولك ايش عامل فيها؟ قاطر حالي قاطر حالي قاطر حالي قاطر حالي. وينكم يا ولاد؟ انا جيت. اهلين امي. اوف واخيرا جيت امي. انا رايحه البس شو اقطع مع رفقاتي مثل ما قلت لك، لانه الله وكيلك انكسر ظهري، انكسر ظهري تنظيف البيت، الجلي كان معرم الطول، الله وكيلك وقت ما رحتي لهلا ما بركت، هالدقيقه بركت انكسر ظهري، انا قايمة البس لوبي الحق. انكسر ظهرك لحالك؟ يخرب بيتك روحي، وين بدك تهربي من ربك وين؟ روحي. مع انه مالك منطفي على السوا بس راح امرق لك اياها. هاتي جيبي لي معك كاسه مي. هاتي عبادة عبادة بجيب لك، انا مستعجلة كثير لانه امي. لك ايش عبادة؟ عبادة عم بيشتغل عندك؟ هاتي يا انت. ايه طبعا شغال عندي عبادة، ولا ايش رايك انت؟ جبر امك يلا بسرعة انا رايحة البس. يلا طولي بالك امي طولي بالك، ليش حصلتي على اختي؟ حرام خلي تروح، انا بجيب لك هلا طولي بالك. ولك انت بعمرك ما سيارت اختك، قل لي ايش في صاير؟ امي واخيرا واخيرا بدي اطفي جواتي، انا عم بموت.
القصة ما فيها الصبح أنا عم بعمل نسكافيه، أنا عم بعمل نسكافيه لإلي، وقعت فنجانك بالغلط وانكسر، وشافتني هالخبيثة هالحيوانة بنتك وصارت تستحكمني، ولك ما بتخليني أتنفس، ولك خلتني أنظف البيت، خلتني أجدي، أخذت كل أغراضي، أخذت كل مصراتي، ولك صارت تذلني كرمال هالكاسة، هالحيوانة كل هاد عملت؟ يخرب بيتك من حالك بسيط انا بفرجيكي هلا، وانت يا حمار خليتك تساوي كل هاد كرمال كاسه بس، ولك وين رجوليتك؟ ولك انت حتى طول عمرك قديش؟ اسمعوا لك لا تقوم من ارضك واصرخ لهون وشوف ايش راح اعمل لك فيها. يلا ماشي ماشي، وينك هالدوج؟ تعي لهون، انا ما راح اجيب شي لامي، تعي انت جيبي له. شو هاد؟ ما راح تجيب له؟ ايه معناها رح نضطر نحكي لأمك ها؟ إيش بدك تحكي لي؟ إيش في ليش؟ أمي؟ آخ لو تعرفي يا أمي، الصبح وبعدها هو بعمل نسكافيه لألو، كسر لك فنجانك اللي ما عندك غيره وتشربي فيه كل يوم الصبح نسكافيه، يلا، القى إذا بتلقى. أي معلش في ده؟ في ده ألف كاسة، المهم ما صار له شيء. شو هاد؟ في ده؟ إلا بقى، شكلكم أنتم متفقين مع بعض. وقف عندك بركة، وقف عندك لا تحرق بنت الجاية. أمي طلعوا متفقين، طلعوا متفقين. بعد قفلت، افتحي الباب لك، افتحي الباب. لا ما راح افتح. اسمع ايش رايك نعمل دفتر جديد انا وانت مع بعض، نتصالح طلع لك، بننسى كل شيء عملته معك انا وبنفتح عقد صلح بيني وبينك جديد هيك بين اخت واخوه، ايش رايك انت؟ ولك لسه عم تحكي معها حكي؟ ولك كسرها للباب ودخل هاتا من شعرها لهون على الارض لعيونك. واحد اثنين ثلاثه. عبيد طول بالك، عبيد طول بالك، لا تتسرع، هي امك بدها توقع بيني وبينك، ولك انت كبير وعالك عالك كبير وقلبك طيب، لا تتورط طول بالك، ولك روحك بدي اقطع فيهم بايدي هدول. حبايبي كنا وصلنا لفقرة مقفل، رح روحوا كلياتكم الله يجوزكم كون صرتوا لهون، ويلا بلش قراءة التعليقات. الفقرة الماضية طلبت منكم تكتبوا لي أغرب تلطيشات 2022. ليتس جو، بلش مع أول تعليق ومنقول بسم الله من عند وائل. وائل عم بيقول ولي على طولي ولي على أيامي، أنت حقيقة ولا تطبيق إعلامي؟ ملعوبة وخطيرة. في تلطيشة جذبتني كتير لعندها من عند علي، عم بيقول فيها مقفل طلطيش 2021، شفتك ووقعت بغرامك، طيب عطينا انستغرامك. تعليق من عند بيان عم بيقول مشترك جديد، رجل يقول لبنت وقت الكورونا بورو البنات اليوم ما لطشونا، بس رح ألطشك إذا أنت هون وأنا على البلكونة. في وحدة من عند عزام عم بيقول فيها مقفل لك يستمي الكمامة والكفوف، بتحبي الملفوف؟ أي من اختيارها. خلق في تلطيشات من عند خالد عم بيقول فيها مقفل، كيفك عبادة متابعتك؟ آه هي بنت جديدة بحبها كتير رقية. ليتس جو لقيه، عم بتقول مقفل ما يبلى الازرق ناطرك على المفرق، يا حلو يا مبروم الملق ساعه والفراق دوم، دخيل لي عباكي وكل ما تتفتلي بيزيد حلاكي، لو كنتي بلا خسر ناطك من الصبح للعصر مهما كان مهرك غالي الله يجعلك حلاكي. ورح بارك تركي تلطيشه مالك سمعتيهم ولا هدول؟ في تعليق من ليال حلاق عم بتقول فيه أبيض تلطيشة لليوم مقفل، الشاب إن شاء الله بتوعي زحلقة ومن على ظهر المعلقة. لا بس ملاحظة، بالفيديو القديم طلبت منكم إنه تكتبوا لي إذا حبيتوا أعملكم غنية ولا لأ، نسبة كبيرة كانوا طالبين مني أعمل غنية وإنه صوتك حلو رح يطلع حلو بالغنية، وفي نسبة كمان خلينا نقول نسبة منيحة طلبوا مني إني ما أعمل غنية بسبب خافوا إنه أنا أترك المحتوى الكوميدي وأروح للغناء. حبايب قلبي أنا إذا عملت اليوم أغنية على هاي القناة رح أعمل إضافة للقناة فقط، رح أعمل إضافة لنفسي بس إني ما رح أقلب على المحتوى الكوميدي، حتى إذا عملت أغنية رح تكون عابرة فقط في القناة يعني، ورح أرجع على محتوى الكوميدي، فما تفكروا أنا إذا عملت غنية خلاص رح أكمل الغناء رح أترك محتوى الكوميدي، لا يا حبيبتي أنت وياها أنا حكمل في الكوميديا يعني ولا إيه؟ ومنكمل ليتس جو. في تعليق من بيرة بتقول فيهم مقفل، مرة كنت قاعدة وأنا بالبيت مرة ومدام البيت شباب صاير يلطشوني يقبرني
العسل العمى. تخيل وانا بالبيت اهلي ليش ما دخلوا على البيت كمان. فاطمة عم بتقول استمر يا فنان وانها بتعمل رح تعمل اغنية مقفل حكينا وخدي وعينا عبرنا يا مدمرنا. بآخر تقفيلة من وائل، وائل عبقول مقفل الشاب بتعرفي انك حرف عطف البنت ليش الشاب لانك واو. عن جد حلوة. وهيك حبايبي يكون خلصنا فقط مقفل. في كتير اصدقاء معلقين لكن ما لهم معلقين بتلطيشات على حسب السؤال، معلقين غير تعليقات فما قدرنا نطلعهم بفقط مقفل. فباقي الاصدقاء اللي شاركوا كلياتهم تقريبا طلعنا هون، وان شاء الله منكفي ببقية الحلقات بنطالع بقية الاصدقاء. فاذا ما طلع تعليقك خلاص اكيد بالحلقات المقبلة حيطلع تعليقك، فكلياتكم خليكم عم بتشاركوا اكثر، خليكم عم بتعلقوا اكثر. وهلا رح نعطيكم سؤال جديد. يلا انت او انتي اليوم فتحتوا بسطة البسة، يعني اللي ما بيعرف شو معناتها بسطة، يعني هي بتكون مثل شيء خشب كبير، لوح خشب كبير وتحت شيء بمسكه وتحطوا عليه بضاعة، يعني فبتكون بضاعة مثلا بنطلونات، بلايز، تيشرتات، اي شغلات، يعني هي تسمى بسطة البسة. اليوم انت او انتي فاتحين بسطة البسة، شو بتنادوا للناس لحتى تجي الناس تشتري معكم؟ هلا في بعض الناس بيستعملوا عبارات، اهل البسطات عندهم عبارات كتير حلوة. حبايب بدي منكم تعليقات حلوة، حدا طالع كل تعليقاتكم قبل ما تكتب التعليق فكر فيه، اعطونا عبارات لاهل البسطات تكون عبارات حلوة لحتى تجذب الزبون. اكثر عبارة حلوة رح نثبتها بهي الحلقة المقبلة. لا تنسوا تشاركوا حبايب بالفيديو وتشاركوا القناة لانه عن جد صار لازم نوصل ل 200 الف بأقرب وقت ممكن. خليكم تلاتكم عم بتشاركوا حبايب، وانتظروني ان شاء الله يوميا بحلقات جديدة وبتقفيلات جديدة. وهلا بقولكم بحبكم جدا، سلام.